رجعنا المطعم الوردي في باب الجيل مرة أخرى. برشا ناس قالوا لنا كي تجيو المطعم الوردي لازمكم تذوقوا المقارونة بتاعو اللي بالبصل وبالحوت، كيف كيف لازمكم بالرية، كيف كيف لازمكم تذوقوا الشكشوكة. نحن رجعنا له الشكشوكة تكون مصري الحقيقة تشهي. ودي الشكشوكة اللي هم سمعني بي شكشوكة بالفول المصري وبالسلق والمعدوس والفحات شكشوكة، فهمت؟ بنينة ياسر، فهمت؟ شكشوكة تو ذوقوها تو تقول يعطيك الصحة. فيها العظم زاد. فيها العظم بالطبع، العظم كل واحد يعمل عظيم يحط له في الصحن عظيمة. شكشوكة زمنية؟ شكشوكة غير عادية. هنا شكشوكة مبنى. على الفحم شكشوكة زمنية. طبروس ما عندي شكشوكة. والشكشوكة هذه فيها الصلق والمعدنوس، فيها زدر الفول المصري، وفيها الفحات، فيها الفحات الكل، كامل الفحات اللي تعرفوه. وتقعد تطيب على الفحم على نار هادية تقريبا قداش من ساعة؟ تقعد كيك حكيت ساعة ونص. تقعد ساعة ونص تطيب على نار هادية. ثم يفقص فيها العظم في اخر مرحله. بدا على الصباح الناس تفطر بثمانية بالربع، يعني فما ناس تفطر الصباح نتاعها في عوز السحلب والحليب، وراح تعمل شكشوكة والمقرونه. وهذه شكشوكة هو يقدم الصحن، يقدم فيه كونتيتي اكثر من هكا، لكن احنا اخترنا كونتيتي قليله باش نجموا ناكلوها. هذا والله حاجة ممتازة جدا، حاجة بنينة. وهذه المقارونة كيف كيف اخترنا ناخذوا شوية مقارونة مش برشا، هو تقريبا الصحن يكون معبي كيف مقارونة. باش هذه بالرية هو نوع من الحوت، هو الحسيرة، خاصة انه المطعم موجود تقريبا 100 متر على برد سوسة، يعني من المنتج للمستهلك الحوت. على فكرة تقريبا الثالثة تونس على مستوى العالم في استهلاك المقرونة، مقرونة بنواحة، مقرونة زمنية، مقرونة مرمية، مقرونة حارة. كيفاش تجيب المقرونة هذه؟ هذه العصيرة كالعادة تخلي الطماطم وفيها فهمت شوية بصل شوية فاحة، ونحط فيها الحوت نتاعها من الأول التقلية مع الطماطم، بعد نرمي الحوت نتاعها باش تعطي لي فيه الحوت، تعطي لي فيه وبعد نمرقها. عندي كونتيتي نتاع ماء نمرقها المريبيتا، فهمت؟ كيقولوا بعد نتوكل على الله، كي تغدي طري نصب لها المكرونة نتاعها تبدا جاية، نشوفوا عليها المكرونة. هذه كانت رجعتنا المطعم الوردي. نحن هكا نكونوا كملنا الجولة نتاعنا في مطعم الوردي. نمشيو لمكان آخر نخليوك تكتشفوهم وحدكم. الكرمة والزيتونة ونطلع